ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه يا جماعة؟ طبعا يا جماعة النهاردة في فيديو جديد تاني. كنت عايز اتكلم عن الموضوع اللي انتشر بقاله كام يوم، عن سيرفرات حملة شمال افريقيا، النورث افريكا سيرفرز والليفن سيرفرز. طبعا الحاجات دي انتشرت بقالها كام يوم كده، بقت كل على السوشيال ميديا كلها، تويتر، فيسبوك، انستجرام، كل حاجة، والناس بقت يعني منتشرة بالهاشتاج ده، ودي حاجة كويسة. طبعا الناس طبعا مش فاهمه ايه الموضوع ده اساسا، او يعني مش فاهمه ايه الموضوع اللي انتشر ده بقاله كام يوم. الموضوع ده باختصار ان هو احنا الناس العرب وكده عايزين يلعبوا على البنج اعلى. الميدل ايست سيرفرز ما ساعدهمش قوي، بيلعبوا على تقريبا ساعات من 70 او من 70 ل 80، من 80 اللي بقى ل 150 بنج، 150 بنج ثابت. فالناس كده مش واخدة حقها على مستوى ايه العالم، لان انت لو دخلت بطولات مش هتعرف حاجة، ولا هتدخل بطولات ولا تعمل حاجة خالص، فهي مش هتفيدك اساسا في البطولات ولا اي حاجة. فالناس قالت ايه، ففي من كام يومين تقريبا او حاجة كده، حمزاوي بدأ حملة، حمزاوي يوتيوب اللي معرفوش، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وهسيبه لكم برضو في الاخر. حمزاوي بدأ حملة، قال ان احنا عمل فيديو كده صغير، قال ان احنا على عايزين ناخد حقنا، والعرب ياخدوا، وبلاد الشام ومصر، وطبعا الدول العربية التانية، امارات بقى وبحرين، كويت، الاردن والحاجات دي. فانا ولقيت كمان برضو بقى في ناس كتير قوي مشهورة، برضو بشر ونور الدين اكس برضو عملوا الموضوع ده، وقالوا ان هما برضو يشاركوا معاه وكلنا نشارك. حتى لو انت مش بتلعب فورتنايت اصلا، يعني انت متابعني مثلا عشان بتحب فيفا مثلا او بتحب لعبة كذا، يعني اعمل اشارك معانا حتى، عشان لو في يوم من الايام حبيت تلعب فورتنايت تلاقي السيرفرات دي، وتكون انت واحد منهم اللي انت اشتركت وجالك السيرفرات دي. فانت لو بتلعب فيفا مثلا او ما بتحبش فورتنايت عامة او زهقت منها، حتى شارك معانا عشان نقدر نوصل صوتنا لإيبك جيمز وهم يوافقوا معانا. حصل برضو كده الميدل ايست سيرفرز، وقعدنا برضو نعمل، قعدوا يعملوا حمله وكده، وجت في الاخر احنا نعمل نفس الحمله بناس اقوى، يعني بهاشتاجز اكتر ومش عارف ايه، وفي الاخر هننجح ان شاء الله. طبعا الهاشتاجين اللي عايزكم تستخدموهم في كل السوشيال ميديا بقى، في كل فيديو مثلا هنزله عايزكم تكتبوا، حتى لو كان فيفا اكتبوا في الكومنتس ليفنت سيرفرز ونورث افريكان سيرفرز، هسيبه برضو هتلاقوه هنا كده طول الفيديو، تلاقوه موجود من هنا، وهسيبه لكم برضو في الاخر. وبس مش هطول عليكم قوي يعني، فشارك حتى لو انت ما كنتش بتلعب فورتنايت، او لو كنت بنت بتتفرجي دلوقتي عليا وما تلعبيش فورتنايت اساسا، متابعاني عادي كده برضو، ولو حد كبير ما بيلعبش فورتنايت اساسا يعني، بس اشترك معانا. لا يعني عايزين تويتر تكتب على طول، فيسبوك بوستات بتاعت فورتنايت، برضو لو فورتنايت نزلت اي بوست على انستجرام او كده اكتبولها، وعلى تويتر وفيسبوك بقى في كل فورتنايت. ما اعرفش فورتنايت عندها اكونت على فيسبوك ولا لا، بشوفه لو عندها صفحه على البيج عليها برضو اكتبوا وشاركوا، عشان هم بقى يقروا يلاقوا بقى ايه هجمات كتيره قوي بالهاشتاجات دي، وعايزينها تبقى ترند بقى على تويتر وعلى انستجرام والفيسبوك وكل السوشيال ميديا، زي نقدر ننتشر عليها الهاشتاجز. وده طبعا هيساعدنا احنا كعرب ان احنا ندخل بطولات ببنج اقل، ونعمل حاجه في البطولات، لان احنا بنكون مثلا بنجنا من، في ناس بتوصل البنج 40 30 ل 60 و70 بقى وهكذا. فلما بيبقى من جنة 30 هنقدر ان انا فلما بيبقى من جنة 30 او يعني 40 50 كده هنقدر نعمل حاجة، لان الناس تانية ممكن تبقى برضو طبعا في ناس بقى زيرو بينج 10 بينج مش عارف ايه، ده طبعا برا مصر يعني مستحيل مصر برضو يوصل بيها البينج الخرافي اللي هو ده. بس بينج انا تقريبا شفت في مصر الناس بتلعب على 30 بينج عادي جدا يعني، فاحنا ممكن ليه ما نوصلش 30 بينج 40 بينج احنا يعني. فبس عشان نقدر نعمل حاجه في البطولات ونجيب مراكز حلوه يعني، انا دخلت كنت بلعب بطوله مع اصحابي، كانت تريو ديلي تريسكوب، جبت بتاع ده 82 بوينت. كنت انا بلعب على ايه 50 بينج ساعتها، كان بيقل 40 ساعات، هما كانوا برضو ايه 40 و50. فبس فليه ما يكون مثلا 40، نقدر نعمل اكتر، ويكون كمان فرصتنا اكتر ان احنا نعمل حاجه حلوه. طبعا مش هطول عليكم، هسيب لكم الفيديو بتاع حمزه ويوتيوب مقطع منه كده، وان شاء الله. وعايزكم تعملوا اكبر حمله بقى، عارف ان احنا 200 بس ان شاء الله يعني نقدر نساعد بيهم. وعايزكم هسيب لكم دلوقتي الفيديو بتاع حمزه ويوتيوب، اتفرجوا عليه وبس كده يا شباب.
خليكم مع الفيديو. اليوم هو اليوم المنتظر، اليوم رح نبدأ ونطالب سيرفراتنا، سيرفرات بلاد الشام، سيرفرات دول شمال افريقيا. قبل سنة بالضبط إيبك جيمز نزلت سيرفرات الشرق الأوسط، كان موقعها الهند، وبهي اللحظة كل لاعبين العرب صابوا من الإحباط لأنه السيرفرات مش عندنا، بس إيبك جيمز قالت ما عليكم، الحل عندي، أنا بظبطكم. ما في شهرين حتى نزلت السيرفرات بدولة البحرين، والحمد لله إخواننا بدول الخليج صاروا يلعبوا عبنك منخفض. هون اللاعبين بباقي الدول العربية حسوا بتفاؤل قوي وأمال عالية، خصوصا بعد ما إيبك جيمز قالت إنه إحنا بنعرف إنه البيج لساته عندكم مرتفع، بس ما عليكم السيرفرات جايتكم، بس إنتوا اصبروا شوي واحذروا ايش يا شباب. ما بدي اي حدا فيكم يفقد الامل، بدنا نستمر وننشر الهاشتاج كل يوم، وانا ان شاء الله كل ما انزل مقطع راح اذكركم انه نرجع ننشره لحد ما ايبك جيمز ترد علينا بيان رسمي. فاذا كنتم موافقين على الشروط اللي قلتها تفضلوا معي الخطه كالتالي. شايفين هذا المربع والمستطيل؟ مش مهم هذا مربع ومستطيل، المهم انه هذا مقر شركه ايبك جيمز. اما لو نروح اليمين راح نلاقي جبل موقعه استراتيجي، راح نتشعبط على هذا الجبل ونبني عليه المقر وناخذ الهاي جراوند لنا. بعد ما ناخذ الهاي جراوند هون شغلنا راح يبلش، راح نبدا وننشر هاشتاج سيرفرات بلاد الشام وسيرفرات دول شمال افريقيا، او هاشتاج ليفانت كونتري سيرفرز وهاشتاج نورث افريكان سيرفرز. هاي الهاشتاجات اللي راح نعتمدها، فاذا كنت من دول شمال افريقيا لا تطالب بسيرفراتك لحالك، لا طالب بسيرفراتك وطالب بسيرفرات بلاد الشام. ونفس الشيء اذا كنت ساكن بدول بلاد الشام طالب بسيرفراتك وطالب بسيرفرات دول شمال افريقيا. اما اذا كنت من سكان دول الخليج فطالب بسيرفراتنا احنا انستغرام فيسبوك تويتش ديسكورد وكل منصات السوشيال ميديا، راح ننشر الهاشتاج عليها من اليمين ومن اليسار ومن الوسط. بس نوصل هاي النقاط راح نلاقي بعض الصراصير والحشرات اللي راح تعترض طريقنا وتحاول تعمل فتنه بيننا، بس احنا راح نكون جاهزين بالشباشب والشحاطات وراح ندعسهم دعس. كيف ندعسهم؟ سهله، اذا شفتوا اي شخص من هدول الاشخاص قاعد بهين او بسب او بغلط على اي دوله من الدول او بسب على شركه ايبك جيمز، ما علينا الا نتجاهله تماما، ما حدا يرد عليه او يعمل له لايك او يكتب له تعليق، خلص بس تجاهلوه تماما وراح يندعس دعس نهائي. وبعد هذا كله راح نستمر بمسيرتنا بالهاشتاجات، واكيد على الطريق راح نلاقي بعض الصعوبات والعقبات، بس بفزعه اهلنا واخواننا بدول الخليج راح نتخطى هاي العقبات بسهوله. راح نوصل مقر شركه ايبك جيمز ونحاصره بالهاشتاجات، وهون يا تصيب يا تصيب، ما في يا تصيب يا تخيب ابدا، راح تصيب ان شاء الله. فعشان هيك طلب من اخوكم، وانا عارف عمركم ما خيبتوا ظني، بس بدي منكم تمسكوا الهاشتاجات وتنشروها بكل مواقع السوشيال ميديا، ما تخلوا ولا اي موقع وما تخلوا اي حدا بتعرفوه الا وينشر معكم بالهاشتاجات هاي. واهم اشي ركزوا على تويتر، اذا ما عندك حساب بتويتر اعمل 10 حسابات على تويتر وانشر الهاشتاجات عليها. ارجوكم يا شباب الاعتماد كله عليكم انتوا، انتوا الاعتماد عليكم. صحيح الكرة مش بملعبنا حتى برا الملعب كله، بس احنا قادرين نجيب هاي الكرة ونحرز فيها مليون جول. انا عارف انه انتوا قادرين توصلوا هاي الهاشتاجات ترند على كل مواقع السوشيال ميديا، نقدر يا شباب والله صدقوني بنقدر، بس بدي تعاونكم. واذا كنت يوتيوبر او ستريمر حاب تشارك معنا فحياك الله، اما اذا مش حاب تشارك فانت حر، القرار لك بالنهايه. وانتوا يا شباب املي فيكم، لا حدا يفقد الامل، لا حدا يستسلم، لا حدا يوقف نشر الهاشتاجات. وارجوكم يا شباب نكون محترمين وراقيين، خلينا نثبت لايبك جيمز انه احنا نستحق السيرفرات باحترامنا ووعينا ولباقي التعاون. طبعا زي ما انتم شفتوا حمزه يوتيوب زي ما قال ايه، وقال عايزين نصور، عايزين نصوت ونعلي صوتنا لايبك جيمز عشان نقدر نوصلهم الهاشتاجز دي، وهما يعملوا السيرفرات دي ويعلنوا فجأة ان احنا عملنا 11 سيرفرز او نورث افريكان سيرفرز، ويبقى كل ده بتعاملنا احنا. وعايزوا تشاركوا واي حاجة بتاعت فورتنايت ليها علاقة بفورتنايت ايبك جيمز اكتبوا 11 سيرفرز او نورث افريكان سيرفرز.